لإجمال المشهد الانتخابي مشاهدينا معنا من بغداد الكاتب والإعلامي حمزة مصطفى. سيد مصطفى مساء الخير، هل نجحت الانتخابات من وجهة نظرك أم فشلت؟ أهلا وسهلا. نجحت وفشلت في نفس الوقت. نجحت من حيث الجانب التقني، يعني الجانب المفوضية قامت بدور جيد في هذا المجال برغم بعض الخروقات أو بعض الأمور التي تم تشخيصها من خلال التقارير التي استمعت إليها، وأيضا الجانب الأمني كان جيد بشكل عام بالقياس إلى الانتخابات الماضية، لكنها فشلت من حيث أن الدعاية الانتخابية الضخمة التي صرفت عليها ملايين عشرات ملايين الدولارات، والتي أيضا يعني انحطت إلى بعضها إلى مستوى الحضيض من حيث التسقيط السياسي والأخلاقي، لم تقنع الناس في العراق باتجاه الزحف إلى صناديق الاقتراع. الإقبال الضعيف الذي شاهدناه بشكل واضح هذا مؤشر على أن هناك فشل. يجب أن تراجع الطبقة السياسية العراقية نفسها وتعرف أين مواطن الخلل. العراقيون بالفعل قالوا للطبقة السياسية أنكم فشلتم وأنه لا يوجد تغيير. ولكن قبل قليل سيد مصطفى يعني أحد الخبراء بمراقبة الانتخابات أشار إلى أن هذه النسبة التي نتحدث بشكل ربما عام عنها تقترب من 40% نسبة مشاركة في عموم المحافظات، هي تقترب من النسبة السابقة في الانتخابات السابقة مع أخذ عملية التزوير التي حصلت في الانتخابات السابقة كما قال ضيفنا السابق. نعم هذا صحيح، ولكن المتغير الذي يعني جعل النسبة بهذه الطريقة قياسا للطموح هو أنه طوال السنوات الأربع الماضية كان هناك حديث يجري عن محاربة الفساد، عن قضية النزاهة، عن موضوع الإصلاح والتغيير والبحث عن التكنوقراط. كل هذه الأمور كان مؤداها أن يحصل تغيير جذري. هذا الجمهور ثابت، هذا الجمهور الذي نسبته 40-35% هو جمهور الطبقة السياسية نفسها الحالية التي تحكم البلد، وبالتالي ستتوزع هي نفسها المقاعد في البرلمان. لن يحصل تغيير. التغيير الذي كان مأمول والذي وعد به الناس من قبل الجميع لم يحصل، لأن الناس لم طيب. يتقدموا لم يقتنعوا بالطروحات، وبالتالي كان يفترض أن تكون نسبة 60% حتى يتحقق التغيير الذي وعد به الناس. من وجهة النظر القانونية والدستورية سيد مصطفى أن النسبة حتى وإن كانت 40 أو حتى وإن كانت 30 فهي نسبة مقبولة لتشكيل حكومة مقبلة، وبالتالي الذين قاطعوا الانتخابات سيواجهون يعني ما ربما سعوا إلى تحطيمه أو إيقافه لو صح التعبير. طبعا أنا ألوم الناس بالمناسبة، أنا لا أولا لم أطعم شرعية الانتخابات، انتخابات مشروعة، يعني أنا قلت لك نجحت صحيح. من النواحي الفنية والمهنية والتقنية كل هذه الأمور، ولكن فشلت من حيث أن الكتل السياسية نفسها التي اعترفت بالفشل وطالبت الناس أو قدمت وعود وبرامج جيدة للناس باتجاه التغيير، هذا لم يقنع المواطن، هذا هو الذي أقصده، وبالتالي يتوجب على الطبقة السياسية أن تعرف موطن الخلل. نعم، ولكن أنا أقصد الذين قاطعوا الانتخابات سيد مصطفى. لم يحصل شيء. صحيح، أنا أقصد الذين قاطعوا الانتخابات سيواجهون ذات المصير، لأنه الطبقة السياسية الذين قالوا أنها ستعود مرة أخرى للبرلمان هي فعلا ستعود ربما نتيجة مقاطعتهم مثل ما يرى البعض. الذين قاطعوا الانتخابات يتحملون القسط الأكبر من الفشل الذي حصل اليوم. الذين قاطعوا الانتخابات إما سلبيون لا يعني يقولون ما لا يفعلون، أو فقط يطالبون بالتغيير ولكن لم يسهموا فيه، أو هم مدفوعون، يعني لا أريد أن أقول، ولكن أو تأثروا ببعض الطروحات. هناك رجال دين تحدثوا عن مقاطعة، وهناك أيضا بعض القوى السياسية الأخرى أيضا أرادت أن تحث الناس على المقاطعة، ولذلك المقاطعة خطأ كبير. كان ينبغي إذا أراد العراقيون بالفعل التغيير الحقيقي كان ينبغي أن يزحفوا على صناديق الاقتراع، ولكن هذه النسبة التي حصلت هي نفسها كما أنت أشرت وكما أشار الإخوان الأخ الذي قلت أنه بالقياس إلى التزوير وإلى النسبة هي نفسها نسبة 2014-2010. هذا هو الجمهور الثابت الذي يذهب كل طيب. 4 سنوات لكي ينتخب نفس الطبقة السياسية الحالية. نعم سيد مصطفى، ذكرت حضرتك بأن الانتخابات نجحت وفشلت. بما يخص الشق الناجح بالانتخابات ما قامت به مفوضية الانتخابات وأيضا المستوى الأمني الذي قد
متقدمة لحفظ هذه الانتخابات وتأمينها، لكن مفوضية الانتخابات هناك العديد من الخروقات التي حصلت داخل مراكز الاقتراع، ولام البعض مفوضية الانتخابات، منها عدم تدريب الذين أشرفوا على هذه الأجهزة بطريقة كاملة، بالإضافة طبعا إلى العطل الذي أصاب الأجهزة بشكل متكرر. هذا طبعا خلل تتحمله المفوضية، ولكن هو خلل يبقى يعني لا يشكل خرق كبير. صحيح هناك تأخير في عمليات التدريب، هناك من يقول أن بعض المدربين تدربوا قبل ساعتين على الأجهزة، وهذا أمر غير صحيح. هذه الأجهزة جلبت من فترة طويلة وكان ينبغي أن تتم عمليات التدريب بشكل جيد. أيضا عندما يعني عملوا محاكاة لها قالوا نجحت 100%، كان المفروض هذه النقطة تسجل، يجب أن تراجع المفوضية نفسها. نعم. في هذا الإطار، ولكن مع ذلك نقول أن الأمور مشت بطريقة صحيحة من الناحية الفنية والتقنية. سيد مصطفى، الخبر العاجل الذي نشاهده الآن، وزير الخارجية الأمريكي يبارك العراق بالانتخابات وأيضا يدعو لتشكيل حكومة جامعة، هل لديك أي تعليق على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي بأقل من 30 ثانية أرجوك؟ يعني هذا شيء طبيعي، مسألة دبلوماسية وهذا أمر يشكر عليه. أما تشكيل حكومة جامعة هذه حمالة أوجه، العراقيون جلهم يريدون الآن حكومة أغلبية. شكرا. بمعنى هناك حكومة تشكل وحكومة وأخرى معارضة. الإعلامي حمزة مصطفى يعني من بغداد على طريقة المحاصصة. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا.